كل عام وأنتم بخير وأهلا بكم وعرض لأم الأنباء. أدى ملايين المواطنين صلاة عيد الفطر المبارك صباح اليوم في مختلف مساجد وساحات الجمهورية، حيث تحتفل الأمة الإسلامية بأول أيام العيد. وفي ميدان التحرير أكد الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم في خطبة صلاة العيد، أكد ضرورة الحفاظ على مكتسبات الثورة والتحول الديمقراطي والحفاظ على الشرعية وإرادة الشعب المصري من دعاوى الهدم وزعزعة الاستقرار، وذلك على حد وصفه. كما طالب مظهر شاهين الرئيس المصري بإصدار قرار بالإفراج عن ضباط الثامن من إبريل وجميع المعتقلين منذ أحداث ثورة يناير. يأتي هذا فيما أدى رئيس الجمهورية محمد مرسي صلاة العيد في مسجد عمر بن العاص بعد بمنطقة مصر الجديدة، وقد أدى الصلاة مع رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ومفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة ووزير الأوقاف الدكتور طلعت عفيفي. وعقب الصلاة وجه الرئيس التهنئة لجموع المصلين وجموع الشعب المصري بعيد الفطر المبارك. وقال مصدر بوزارة الداخلية في تصريحات صحفية إنه قام 5000 جندي من قوات الأمن المركزي بتأمين الصلاة بالإضافة إلى أفراد الأمن لتأمين المسجد والساحات المحيطة به. وجه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح السابق لرئاسة الجمهورية الشكر لشباب ثورة 25 من يناير ووصفهم بالأحرار. وقال أبو الفتوح على صفحته الشخصية على موقع تويتر، قال إن عيد الفطر المبارك هذا العام هو أول عيد يمر على مصر في ظل أول رئيس مدني منتخب بإرادة المصريين. أكد الفريق أحمد شفيق اقتناعه الكامل بضرورة الاحترام التام لنتائج الصندوق الانتخابي، كما أكد شفيق على حق المواطن في التظاهر والاعتصام السلميين في إطار قواعد تنظمها الدولة للتعبير عن رفض أسلوب إدارة شؤون البلاد. كما أضاف شفيق أن القواعد المنظمة للتظاهر لابد أن تتسم بالحيادية الكاملة وأن تعمل على طمأنة جهاز الدولة والمواطنين على حد سواء، كما اقترح الاستعانة بما وصلت إليه الخبرات الدولية في هذا الأمر. هذا وقد هنأ شفيق الشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك متمنيا للشعب بكل طوائفه وفئاته أياما طيبة وتقدما سياسيا. أكدت حركة السادس من إبريل جبهة أحمد ماهر رفضها قمع أي رأي ينتقد أي مسؤول في الدولة حتى ولو كان الرئيس. وأدانت الحركة الدعاوى عن طريق الإعلام لقتل أي شخص أو الاعتداء على أي مؤسسة أو كيان. وطالبت الحركة باتخاذ الإجراءات القانونية مع كل من يروج الشائعات والأكاذيب. من ناحية أخرى انتقد محمد إبراهيم عضو المكتب السياسي للحركة تعيينات مجلس الشورى الأخيرة لرؤساء الصحف القومية، كما طالب المجلس بإعادة النظر في تلك التعيينات. تفقد صباح اليوم وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين مستشفى الشرطة بالعجوزة لزيارة رجال الشرطة المصابين خلال المداهمات الأمنية لمسلحين وخارجين عن القانون. كما توجه وزير الداخلية بشكل مفاجئ إلى قسم شرطة بولاق الدكرور لمتابعة سير العمل به وللتأكد من وجود الضباط بأماكن عملهم. كما أكد جمال الدين الضباط على حسن معاملة المواطنين والتيسير عليهم. تعهد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم بانتظام العملية التعليمية خلال العام الدراسي المقبل والذي من المقرر أن يبدأ منتصف شهر سبتمبر المقبل. ونفى الوزير تغيير مناهج التاريخ وأكد أنه لن تتم أي تعديلات على المناهج إلا في إطار المعايير الموضوعة لتطوير المقررات علميا. كما أكد غنيم أن من أولوياته استعادة هيبة المعلم، ومن أجل ذلك انتهت الوزارة من إعداد تعديلات قانوني الكادر والثانوية العامة، وستتخذ الإجراءات بشكل عاجل لاستصدارها لأنها تمس استقرار الدراسة. وأشار إلى أنه سيتم إضافة الفئات التي لم تتمكن من الدخول في الكادر. انتهى عرض الأخبار. لمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على الإنترنت ومتابعة البث الحي للقناة على الموقع ذاته. كما نستقبل تعليقاتكم وأسئلتكم على صفحتينا على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. أشكر لكم طيب المتابعة وفي أمان الله.